اتحاد الكوره واللي انا بقوله لك قلته للمهندس هاني ولاحمد مجاهد وللدكتور كرم، مفيش حاجه اسمها بيع الكواليس. انت تبيع احشائك بالمعنى الحرفي. طبعا يعني ايه الكواليس يدخلني في الاوض؟ بص، عشان كده بقول لك الاهلي لم يكن حاضرا بضوابطه. ليه؟ انت شفت واحنا في اليابان كان حد يقدر يطلع الدور بتاعنا؟ انت النهارده اتحاد الكوره عنده الشركه الراعيه برزنتيشن، عشان نبقى برضو منضبطين في الصح والغلط. صاحبه الدور الكبير المؤثر في تاهيل منتخب مصر لكاس العالم، صرفت كتير، معسكرات المنتخب، سفريات المنتخب، مرتبات هيكتور كوبر كان اعلى حاجه وصلها 90,000 دولار، كان جزء كبير من مرتبه هو والجهاز بتتحمله الشركه الراعيه، فليها دور يجب ان يذكر ويشكر. لكن لما تيجي تقول لي من ضمن حقوقها اصور احشائك تبقى بتهرج، لما يبقى من ضمن حقوقها تحط لي كاميرا جوه الفرقه ترصد كل التحركات، مين نام ومين صحي ومين راح فين ومين قال ايه، تبقى بتهرج. لما تحط كاميرا تنقل كل التدريبات للفرق المنافسه علشان تطلع انت تعمل برامج، نبقى بنهرج. النهارده هذه القناه خدت هذه الحقوق، بكره قناه اخرى تاخد الحقوق دي. احنا لا يجب ان احنا نشخصن المساله انه في قناه معينه اشترت. لا، انت اتحاد الكره حاطط كراسه شروط، انما انت بعت ده للناس. كانت النتيجه ايه؟ لم يكتفي الامر او لم يقتصر الامر عند حد هذه القناه التي اشترت هذه الحقوق في نقل الكواليس، واللي ممكن تكون امينه، ما عنديش اي تحفظ، لكن جرب نار الغيره. كل القنوات الثانيه بدات تثبت ان هي ما معهاش الكواليس هتقدر تشتغل. فبدا زرع الجواسيس داخل الفريق، تحول المعسكر الى ساحه فوضى حقيقيه. احدى القنوات من احد البرامج عايز يثبت اقدر اجيب احشائك من جوه حتى وانت ما مكنتنيش منها، فتعاقد مع لعيبه، صور لي من جوه وابعت لي على الموبايل والحوار مع اللاعب ب5,000 دولار كده. تقعد المهندس عدلي وتصوره بيكلم في حوار 3-4-5 دقايق. يعني الفرقه دي ملهاش اداره، ملهاش كابتن، ملهاش. ما زعلوا من حسام غالي. سيبك من حسام غالي. لا، اسيبني ازاي؟ انا بتكلم على الانضباط. فين الانضباط؟ اللعيبه لما اللعيبه، بص، كل انا كاتب في الاخبار المسؤوليات الثلاثه. اللعيبه المسؤوليه الاكبر، الشريك الاعظم فيما حدث اللعيبه. ما تقوليش ان مباراه السعوديه كان فيها روح، ما تقوليش ان انت لا لا لا، دي ناس نازله بالظبط، مش عايزه تعمل ضغط ولا روح ولا رغبه ولا حركه ولا اي حاجه خالص. احنا في الدقيقه، فاحنا هنفضل دايما في الدقيقه 90 الناس بتنقل الكره عندنا كده من الزاويه الضيقه بالمنظر ده.